بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي، اليوم هندرس مادة الرياضيات، وعنوان درسنا اليوم التمثيل بالصور. التمثيل بالصور. أستعد. فكرة درسنا اليوم يا أبطال أن أمثل البيانات بالصور من جدول الإشارات. ومفردات درسنا اليوم التمثيل بالصور. التمثيل بالصور. المفتاح. المفتاح. أمثل البيانات بالصور وأستعمل المفتاح لأبين عدد الاستجابات التي تمثلها كل صورة. جمعت سلمى بيانات حول الطائر المفضل ووضعت النتائج في جدول الإشارات المجاور. هنا الطائر المفضل حمامة، وعندنا هنا عصفور. بعد ذلك مثلت سلمى تلك البيانات بالصور لعرضها بطريقة مختلفة كما في الجدول المجاور. طبعا الحمامة كان بها إشارتان، فرسمت هنا صورتين. العصفور كان به أربع إشارات، فرسمنا أربع أشكال للعصفور. طبعا المفتاح هنا أبطال إن كل طائر يمثل استجابة واحدة، يعني إشارة واحدة. كل طائر يمثل استجابة واحدة. نفتح كده مع بعض يا أبطال الكتاب المدرسي على درس اليوم والناظر في أتأكد. السؤال الأول بيقول لك أستعمل جدول الإشارات لأمثل البيانات بالصور. عندنا هنا الحيوان المفضل، هنا السمكة، الطائر، القطة، الأرنب. طبعا هنا أبطال عندنا أهم شيء إن احنا نناظر، وأول شيء لازم نناظر عليه هو المفتاح. بيقول لك هنا كل حيوان يمثل استجابتين. استجابتين يعني كل صورة واحدة بنرسمها بإشارتين أو استجابتين. طبعا السمكة اللي هو أول حيوان عندنا، طبعا هنلاحظ هنا إن فيه 10 إشارات. 10 إشارات، يبقى احنا هنرسم 5 أشكال للسمكة أو 5 صور للسمكة، لأن كل صورة تمثل استجابتين أو إشارتين. فالخمسة يعني بيساوي هنا 5 صور بيساوي 10 إشارات. طبعا الطائر 6 إشارات، يبقى نرسم 3 صور. أما القطة 12 إشارة، فنمثل ب 6 صور للقطة. وآخر شيء عندنا اللي هو الأرنب، طبعا الأرنب خطين فبنرسم أو إشارتين، فبنرسم أرنب واحد فقط. يبقى مرة تانية المفتاح كل حيوان يمثل استجابتين، يعني كل صورة بإشارتين استجابتين. عند السمكة هنرسم 5 سمكات، عند الطائر هنرسم 3، عند القطة هنرسم 6 قطط، وعند الأرنب هنرسم أرنب واحد فقط. السؤال الثاني يتحدث، بيقول لك كيف أفرق بين التمثيل بالصور وجدول الإشارات؟ شلون نفرق بين التمثيل بالصور وجدول الإشارات؟ في التمثيل بالإشارات بنستعمل، في التمثيل بالإشارات تستعمل لتمثيل البيانات. تمثيل بالإشارات دي بنستعمله لتمثيل البيانات. أما في التمثيل بالصور ده بنستخدم الصور لتمثيل الإشارات الدالة على البيانات. وبكده نكون انتهينا من درسنا اليوم، وشكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.